الحقيقة أنا أتفق مع كل ما قلتيه في المقدمة البدائية لهذا المؤشرات التاريخية التي حدثت بعد 7 أكتوبر، وأريد أن أضع النقاط في موضعها الصحيح. أولا، أن ما حدث وعانينا منه وعبر 70 عاما نتحدث عنه هو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. القضية أساسها هو الاحتلال، القضية أساسها هو تذمر الشعب الفلسطيني ورفضه لكل الممارسات الإسرائيلية على أرضه. سكان غزة يقيمون في سجن كبير، محرومين من كل نواحي الحياة، كل متعة الحياة محرومين منها، هم في سجن كبير، عاشوا هذا السجن أكثر من 17 عاما الأخير. وقد كانت النداءات واضحة من كل دول العالم ومن مصر في كل الحلقات الدولية حينما كنا نتحدث عن أهمية حل دائم وعادل لإحلال السلام في الشرق الأوسط. المشكلة أصبحت مشكلة عالمية ولم تقتصر على الشعب الفلسطيني والإسرائيلي فقط، ولكن التخاذل العالمي قد فقب هذه المشكلة إلى نطاق أكبر وأوسع يهدد المنطقة بكاملها إلى الانفجار في أي لحظة الآن. الآن وكلنا نعرف ماذا حدث وماذا يحدث يوميا من قتل ودمار إلى الشعب الفلسطيني الأعزل، بين النساء، بين الأطفال، بين كل من ليس له أي حيلة حتى لمنح الحياة وجودتها. الآن الشعب الفلسطيني قد هجر من غزة بالكامل ودخل إلى حدود مصر، ويحاول البعض أن يتحدث عن التهجير القسري، وأقول له هيهات هيهات، لن ولن يحدث. الشعب الفلسطيني على أرضه سوف يبقى وسوف يموت على أرضه، ونحن معه قلبا وقالبا لهذا العمل. الشعب الفلسطيني له حق يجب أن يحترف به في كل بلاد العالم، ويجب أن يكون الاتحاد الأوروبي وكل والأمم المتحدة ومجلس الأمن والعالم كله يعطي له الحق. نعم، نحن ضد قتل الأبرياء، نعم نحن ضد أي ممارسات غير شرعية إرهابية، ولكن حينما نتحدث عن شعب أعزل يريد أن يتحدث عن عودته إلى أرضه وطرد الاحتلال، هذا حقه. وأريد أن أشير هنا إلى كل المجهودات التي قامت بها مصر منذ اللحظة الأولى، فقد توقفت أمام العالم تفتح أبوابها جميعا لتلقي المساعدات، وقد كانت القاطرات كيلومترات من المساعدات. الآن وأنا أتحفظ على كل بخيل الآن في كل التوصيات يجب تحديثها ويجب الوقوف أمام كل ما حدث. ميرسي ميرسي بليز give me the chance because this is the problem now okay.